حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: المواقع المحلية أغلب الضحايا من أبنائها، محافظة يمنية تقاتل مع الحوثيين وضدهم. المشاهد نت: وبعد توقيع الرياض، مخاوف من عودة الصراع في الجنوب. من الدي دبليو: وفي أخبارنا المنوعة، مايكروسوفت خفضت أيام العمل فزادت إنتاجية الموظفين. أهلا بكم. في المعارك التي خاضها الجيش في السنوات الماضية ضد تمرد ميليشيا الحوثي، حين كانت ما تزال في معقلها الرئيسي صعدة، كان أكثر الضحايا الذين يسقطون في صفوف الجيش من أبناء ذمار. واليوم ما تزال المحافظة تنزف بعد أن تحول دور عدد من أبنائها من محاربة ميليشيا الحوثي إلى القتال مع ذات الميليشيا. وعنون موقع المصدر أونلاين: ذمار الحوثيون يشيعون 22 من مسلحيهم، بينهم عقيد وطفل، قتلوا في الضالع والحدود. وقال الموقع إن ذمار شيعت أكثر من 22 قتيلا من أبنائها، بينهم ضابط برتبة عقيد وطفل واحد على الأقل، قتلوا في المواجهات مع القوات الحكومية في محافظة الضالع وجبهة الحدود اليمنية السعودية. وقال مصدر محلي إن من بين القتلى الذين تم تشييعهم عقيدا في قوات الحوثي يدعى محمد العمدي من مديرية عنس، والطفل صباح صعفان 12 عاما من مديرية دوران آنس، ونبيل الأضرعي طالب في كلية الهندسة بجامعة ذمار. ويستقبل مستشفى ذمار العام أعدادا من القتلى الحوثيين بشكل مستمر، قتلوا في مختلف الجبهات التي تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية. يتحدث موقع عدن الغد عن عمليات نهب تقوم بها نقاط تفتيش تتبع جهات مجهولة وتدعي حماية البضائع. وعنون الموقع: نهب كبير لإيرادات الدولة بعدن. وقال تجار ومستوردون إنهم يدفعون أموالا كثيرة كل يوم وتذهب إلى جهات غير معروفة. وقال عدد من التجار الذين يقومون بنقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الأخرى إنهم يدفعون الضرائب لنقاط أمنية وعسكرية دون أن يعرف مصير هذه الأموال والجهة التي تقوم بتحصيلها. وأشار التجار إلى أن عددا من النقاط تفرض ضرائب مقابل سند مجهول الهوية ولا يعرف لأي وزارة أو جهة أو ميليشيا يتبع. وتحصلت عدن الغد على صورة سند تحصيل يظهر دفع سائق شاحنة لمبلغ مالي دون معرفة هوية الجهة التي تقوم بتحصيل كل هذه المبالغ، وليس فيها سوى توقيع شخص اسمه علي. اليمن آمال في مفاوضات لوقف الحرب. تحت هذا العنوان كتب الصحفي جورج مالبرونو مقاله في صحيفة لوفيغاغو الفرنسية، وترجم المقال لصالح قناة بلقيس. أخيراً أدركت المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، واعترفت يوم الأربعاء بأنها على اتصال بأعدائها المتمردين الحوثيين لوضع حد لهذا النزاع الذي دمر أحد أفقر البلدان في العالم. وقال مسؤول سعودي كبير للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته: لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016، ونحن نواصل هذه الاتصالات لتحقيق السلام في اليمن. وأضاف: لا نغلق أبوابنا للحوثيين. جاء هذا الإعلان بعد يوم من توقيع الرياض على اتفاقية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن برعاية المملكة العربية السعودية. من الناحية النظرية تضع الاتفاقية حداً للنزاع بين الحكومة المدعومة من الرياض والانفصاليين في المجلس الجنوبي الانتقالي المدعومين من الإمارات العربية المتحدة. شركاء المملكة العربية السعودية في التحالف الدولي الذي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. منذ شهور حصلت توترات بين الانفصاليين والقوات الموالية للسعودية في عدن المدينة الرئيسية في الجنوب، وكذلك في مناطق أخرى. في أغسطس استولى الانفصاليون الذين يريدون إعادة إنشاء دولة جنوب اليمن على عدن مع حصول مصادمات مع الموالين للسعودية. حصلت الرياض التي عززت قواتها في الجنوب على هدنة غير رسمية قبل بدء مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف المتحاربة في أوائل سبتمبر،
كان وضع حد لهذه الحرب بين الجنوبيين والموالين للشرعية شرطا مسبقا قبل بدء محادثات حقيقية مع المتمردين الحوثيين لوقف هذا الصراع الذي استمر أكثر من 4 سنوات والذي تسبب وفقا للأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. كان الجنوب دولة مستقلة قبل عام 1990، وأعاد المجلس الانتقالي إعلان مطالبتهم بالاستقلال. تدخل التحالف السعودي الإماراتي المدعوم من واشنطن ولندن وباريس في اليمن عام 2015 عندما اقترب الحوثيون من عدن. منذ ذلك الحين يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على صنعاء، ولم تتقدم القوات في الخطوط الأمامية كثيراً، لكن منذ 6 أشهر زاد الحوثيون من عدد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على المدن السعودية. بعد قرابة 2 شهرين من المواجهات الدامية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ومشاورات شاقة رعتها السعودية، وقع الطرفان على اتفاق الرياض لتقاسم السلطة في المحافظات الجنوبية، وفتح مجالا أوسع لعملية السلام في اليمن وفقا لموقع المشاهد نت والذي عنوان: بعد توقيع الرياض مخاوف من عودة الصراع في الجنوب. وبموجب الاتفاق سيكون على الحكومة الحالية العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في غضون 6 أيام قبل الذهاب لتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا منصفة بين الشمال والجنوب خلال فترة 30 يوما. وتحدث الموقع عن أكثر المتضررين من توقيع الاتفاق وهي ميليشيا الحوثي التي حاولت التقليل من أهمية الاتفاق في عدن، وقالت إنه لا يعني لها شيئا غير أن السعودية عادت لترتيب الأوراق في المحافظات الجنوبية حتى تكون كافة الأطراف تحت سيطرتها. وفي السياق ذاته يبدي عبد الباري طاهر وهو نقيب الصحفيين الأسبق تخوفه من ظهور معارضة جديدة للاتفاق في المحافظات الجنوبية، حيث لا يستبعد أن يذهب الجنوب إلى المشاكل مرة أخرى نتيجة فرض المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا عن الفصائل الجنوبية. وقال نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق للمشاهد إن الاتفاق لا يمكنه حل مشاكل اليمن إلا إذا كان في مسار حل سياسي شامل، حيث من المستحيل حل قضايا الجنوب بمعزل عن الشمال أو العكس. قالت شبكة CNN الأمريكية إن الأسلحة الأمريكية تتوافد على اليمن بسرية رغم غضب المشرعين في الكونغرس الأمريكي، وعنون موقع يمن مونيتور الذي تابع الخبر CNN: أسلحة أمريكية تتدفق سرا إلى اليمن. ونشرت مقطع فيديو تم تصويره بسرية يشير إلى وصول المدرعات الأمريكية إلى ميناء عدن جنوبي اليمن الأسبوع الماضي. هذه اللقطات التي تظهر تفريغ مجموعة متنوعة من الأسلحة الأمريكية الصنع التي تم تصويرها بطريقة غير مشروعة في موقع التفريغ ثم حصلت عليها وتحققت منها شبكة CNN هي نفسها موضع خلاف. قال العديد من الشهود لCNN إن السلطات اليمنية اعتقلت واستجوبت من يشتبه في تسريبهم إلى وسائل الإعلام، وحددت الشبكة الأمريكية نوع السفينة وقالت إنها تابعة للسعودية. وبالنظر إلى بيانات التتبع كان آخر موقع مسجل للسفينة في ميناء جدة السعودي في 17 سبتمبر قبل أن تبحر إلى ميناء بورت سودان لتصل في اليوم التالي. وقالت الشبكة إن السفينة السعودية قامت بإيقاف تشغيل نظام تعقب قبل أن يظهر مرة أخرى تحت غطاء الظلام في عدن في 29 أكتوبر 2019. وقالت الشبكة تم توقيع اتفاق سلام بين القوات الحكومية والانفصاليين يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، إنها تهدف إلى إنهاء الصراع على السلطة حول عدن وتأجيل مسألة ما إذا كان الجنوب سينفصل. هل الأعداء الخارجون مهمون للتضليل على الناس في الداخل؟ هذا بكل تأكيد ما يحدث وفقا لمقال كتبه جانان جانيش ونشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، أوضح فيه كيف اهتزت الأمة الأمريكية عندما فقدت عدوها الخارجي الاتحاد السوفيتي وكيف أصبح الخلاف داخل أمريكا نفسها. وقال الكاتب: خسرت الولايات المتحدة العدو الموحد عندما سقط جدار برلين، وأصبح لدى الأمريكيين الوقت والفرصة المفتوحة للشجار فيما بينهم بعدما زال العدو الخارجي. ولم يبدأ التحزب في السياسة الأمريكية بسقوط الشيوعية
ولكنه بلغ ذروته عندما سقط الجدار وزال الاتحاد السوفيتي. ففي عام 1990 دعا عضو في الكونغرس من ولاية جورجيا اسمه نيوت جينغريش زملائه الجمهوريين إلى استعمال لغة أكثر خشونة في السياسة، وقد أصبح الرجل في عام 1994 رئيساً لمجلس النواب. وشهدت الولايات المتحدة عدة محاولات لعزل الرئيس خلال العشرينيتين الماضيتين أكثر مما شهدته خلال القرنين السابقين. السياسة الأمريكية كانت مختلفة تماماً عندما كان الجدار مرتفعاً والإمبراطورية الشيوعية خلفه، وما من شك أن سقوط الجدار هو الذي أدى إلى تنامي الأحقاد السياسية في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. ولابد أن غياب التهديد الخارجي هو الذي جعل الأمريكيين يوجهون سهام السياسة فيما بينهم، والدليل أنه لم يتمكن أي رئيس أمريكي منذ عام 1988 من الفوز بنحو 400 مجمع انتخابي، ولم يتمكن أي مرشح ديمقراطي أن يفوز بالأغلبية في الجنوب، كما لم يتمكن أي مرشح جمهوري من اكتساح المناطق الساحلية، ولم تنتخب الولايات المتحدة أي رئيس حقق إجماعاً وطنياً منذ الحرب الباردة. من الخطأ الاعتقاد أن التهديد الصيني سيعيد السياسة الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل سقوط جدار برلين، لأن الصين دولة رأسمالية اقتصادياً، ولا تهدد الأمريكيين مثل ما كانت ألمانيا، كما أن الصين لا تعتقد أن أسلوب عيشها قابل للتصدير لجميع البشرية، أما الاتحاد السوفيتي فكان عدو الولايات المتحدة المفضل، فهو الذي كان يمنحها الشعور بنفسها، وعندما سقط الجدار سقط معه الشعور بالأمة الأمريكية. أعلن مسؤول سعودي كبير بحسب صحيفة العرب الجديد أن بلاده تجري محادثات مع جماعة الحوثي في مسعى لإنهاء الحرب هناك في أول تأكيد رسمي للحوار بين الجانبين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول السعودي الذي لم تسمه قوله للصحفيين: نملك قناة مفتوحة مع الحوثيون منذ عام 2016، نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن. وأضاف المسؤول السعودي: نحن لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين، لكنه لم يعطي المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أي تفاصيل إضافية حول طبيعة قناة الاتصال. يأتي هذا في وقت كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر قد أعلن خلال زيارة إلى السعودية أن واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل مقبول من الطرفين للنزاع اليمني. وفي أغسطس الماضي كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تبحث خيار إجراء مباحثات مباشرة مع الحوثيين تحت ذريعة أنها لا تريد أن تنجر لفترة أطول في حرب اليمن. صحيفة الشرق الأوسط تجيب عن تساؤل حول قناع غاي فوكس الذي يرتديه محتجون حول العالم، وتقول عنه إنه يرتبط بيوم 5 نوفمبر والذي يرمز إلى القبض على فوكس، وهو أحد أعضاء مؤامرة البارود في أثناء حراسته متفجرات وضعها المتآمرون في قبو مبنى البرلمان البريطاني. وكان فوكس يهدف لإشعال براميل البارود في 5 نوفمبر عام 1605 عندما اجتمع الملك البريطاني جيمس الأول واللوردات والأعيان في البرلمان، ولكن المؤامرة تم اكتشافها عن طريق الخيانة وتم القبض على المتآمرين وإعدامهم. فوكس اعترف بهويته الحقيقية مع المتآمرين معه بعد أن تعرض للتعذيب، لكنه قفز من فوق منصة الإعدام وكسر عنقه للنجاة من طرق الإعدام غير الإنسانية والبطيئة المتبعة آنذاك. هذه الذكرى حفرت مكانها في ذاكرة الإنجليز، وتحول وجه فوكس إلى قناع شهير للتعبير عن الثورة ضد الأنظمة، إذ أن مرتدي القناع يخفون هويتهم الشخصية ليتحول بذلك القناع إلى رمز للثورة. وحديثا أعيد إنتاج قناع فوكس عام 1982 في رواية في فور فانديتا عام 2006، حيث تحولت الرواية إلى فيلم. ويظهر القناع في احتجاجات حديثة مثل الاحتجاجات العراقية المناهضة للحكومة ومئات المحتجين في هونغ كونغ بيوم غاي فوكس من خلال ارتداء أقنعته المبتسمة، على الرغم من حظر زعيمة هونغ كونغ كاري لام ارتداء الأقنعة
الشهر الماضي، كما ظهر القناع الشهير في الاحتجاجات في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك في احتجاجات نظمها الانفصاليون الكتالونيون تحت شعار مسيرة المليون قناع. أتساءل في محاولة فهم الحالة العربية الراهنة، هل نحن في قلب ثورة عربية أم وسط حالة ممهدة لقدومها؟ هكذا يبدأ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا فيه أجزاء منه. حركات العرب تؤكد بأن جسد المجمد أو الميت الذي أصبحنا عليه كعرب لا زال ينبض بالحياة، بل تؤكد الحركات العربية الثورية بأن الناس أصبحت آخر خط دفاع عن الدولة والمستقبل، إن الشعوب هي الموضوع وهي المسؤولة عن تطوير فكر جديد مفاده الشعب مصدر السلطات، وذلك لضمان بناء الدولة وتأمين الحياة. فبعد فشل السياسيين وبعد أن عم القمع وسيطر الخارج على الداخل وتشرذمت الحالة الوطنية إلى أجزاء طائفية وسياسية وقبلية وعقائدية، تتدخل الشعوب بحثا عن مشروع ضيعته طبقات السياسيين المسيطرة. هكذا تؤكد لنا الموجة الجديدة من السخط والاحتجاج إنه لا زال لدى العرب وفي أوساط أجيالهم الجديدة حلم متحرك. في العلم الاجتماعي والسياسي التمرد جزء من الإنسان، وهو يقع عند الحاجة لتغيير حال وإنارة طريق، فالحضيض يحرك الناس، بل يتحرك الناس عندما تتساوى قيم الحياة مع قيم الموت، وعندما يصبح الإنسان عارياً بلا حقوق، ولكن في الوقت نفسه يشعر بأن لحلمه مكاناً يستحق منه تضحية. وفي هذه الحالة تفقد آلة القمع والموت قيمتها، وهنا تبرز بين الناس أعلى قيم الشجاعة والتضحية كما نشاهد في الحركات العربية وفي الصدور العارية التي تستقبل الرصاص في العراق. إن التغلب على الخوف وتحدي المصاعب طبيعة إنسانية، وهي طبيعة جماهيرية تعطي الناس قوة تتجاوز قوة حزب أو جيش أو مؤسسة. في هذه الحالة لا يعود للرصاص من أثر، فالروح الجماعية تتحول لقوة أكبر من كل القوى، وهذا ما أكدته لنا ثورات التاريخ وثورات أوروبا الشرقية وحالة سقوط الاتحاد السوفيتي وحالات أخرى تندلع اليوم من هونغ كونغ لأمريكا الجنوبية. عندما يفقد الناس الثقة بنظام وبسياسته وأساليبه تسقط شرعيته، وإن اهتزت الشرعية في أعين كتل رئيسية من المجتمع ستهتز لا محالة أركان النظام. ساعات عمل إضافية وتقصير الإجازات والضغط على الموظفين هو الأسلوب المتبع لزيادة الإنتاجية، لكن شركات مايكروسوفت اليابان تثبت عدم صحة ذلك، إذ قامت بخفض أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعياً، فزادت الإنتاجية بشكل غير متوقع. وعنون موقع الدي دبليو، مايكروسوفت خفضت أيام العمل فزادت إنتاجية الموظفين، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت اليابان للبرمجيات أن تجربة خفض عدد أيام العمل إلى 4 فقط في الأسبوع أدت إلى زيادة معدل المبيعات التي يحققها الموظف بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأفادت بأن مبادرة تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019 كانت تتضمن حصول الموظفين الذين يعملون بدوام كامل على عطلة مدفوعة الأجر في 5 أيام جمعة متواصلة خلال شهر أغسطس الماضي، مع تقليل زمن الاجتماعات إلى 30 دقيقة بحد أقصى، وتشجيع الدردشة عبر الإنترنت بدلا من الحوارات المباشرة بين الموظفين. وأعرب 92% من الموظفين الذين شاركوا في التجربة عن شعورهم بالرضا عن فكرة العمل 4 أيام في الأسبوع. هذا ولا يزال بعض مدراء مايكروسوفت اليابان لم يستوعبوا تغير أسلوب العمل، وبعض الموظفين يخشون أن يزعج تقليص أيام العمل الزبائن. تعمل اليابان على تقليل عدد ساعات العمل الطويلة لديها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العمالة وارتفاعا في متوسط الأعمار، متوسط أعمار سكانها يعني. وقد قبلت مساعي رئيس وزراء اليابان لجعل ظروف العمل أكثر مرونة والحد من ساعات العمل الإضافية بردود فعل متباينة. اتفاق الرياض يحقق مكاسب سياسية في اليمن، لكن تنفيذه أقل تأكيداً.
تحت هذا العنوان كتبت الباحثة في برنامج بينستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن إلينا ديلوغر مقالها المنشور في موقع المعهد. اللغة الغامضة التي صيغت بها وثيقة 25 نوفمبر تنذر بصعوبات في التنفيذ. العقبة الأكثر إثارة للقلق هي الافتقار التام للثقة بين الطرفين اللذين لم يتفاوضا على الاتفاق وجها لوجه. وبدلا من ذلك كان المفاوضون السعوديون يترددون بينهما ذهابا وإيابا منذ 20 أغسطس، وقد تكون مراسم التوقيع هي المرة الأولى التي يكون فيها الطرفان في نفس الغرفة منذ اندلاع العنف هذا الصيف. وقد يحد هذا المستوى من عدم الثقة من قدرتهما على تلبية دعوة الوثيقة للتوحد في إطار سلسلة قيادة سياسية وعسكرية واحدة حتى مع الوساطة السعودية. يشير الاتفاق المكون من 4 صفحات إلى الهدف المشترك بين الطرفين المتمثل في هزيمة المتمردين الحوثيين، ثم يحدد سلسلة من الصلاحيات العامة التي تمنح كل طرف الشرعية التي يسعى إليها. وبالنسبة لحكومة هادي، تنص الوثيقة على وضع كافة القوات العسكرية والأمنية بما فيها تلك المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي تحت إمرة وزارة الدفاع، وفي ذلك مكسب للرئيس عبد الرب منصور هادي الذي طالب المجلس الانتقالي بأن يعترف صراحة بدوره كرئيس للحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا في اليمن. بدون الدعم الدولي للانفصال في الوقت الحالي وبعد خسارته معركة ضد القوات المدعومة من هادي في محافظة شبوة المهمة في 26 أغسطس، قرر المجلس الانتقالي أنه من الأفضل تأمين مقعد على طاولة المحادثات النهائية. يدعو الاتفاق إلى وضع جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مستودعات عسكرية تحت إشراف التحالف في عدن في غضون 15 يوما، لكن من غير الواضح كيف ستجمع الحكومة أو المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الأسلحة، خاصة من تلك الأطراف التي تشعر بالاستبعاد. وفشل الاتفاق أيضا في التعامل مع القضايا الأخرى التي ستبرز حتما عند محاولة توحيد القوى المتخاصمة. إذا تم تنفيذ الاتفاق بشكل جزئي فلديه القدرة على تهيئة ظروف أفضل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، بما أن أي محادثات سلام شاملة ينجح في إقامتها ستشمل الآن أطرافا كانت قد تعمل كعناصر مفسدة أو معرقلة. إذن صور منوعة التقطتها عدسات محترفي صحيفة الديلي تيليغراف نشهدها في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. بضع رسومات تجمل ما يقال في صفحات، رسوم الكاريكاتير فن احترافه القليل ليوصل لنا الكثير، نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.